رحاب، خليني كده يعني اسالك كده سريعا، هل فعلا الهاشتاج بتاع تزوجني بدون مهر، هل فعلا هو طلع من لبنان ولا في اصلا دول عربيه تانية سبقت في الموضوع ده؟ لا، هو من الاساس ما في اصلا هاشتاج بهالموضوع هيدا، والصور يعني اللي انتشرت هيدي مش من، لا في مظاهره ولا في شيء اسمه تزوجني بدون مهر. وانا هون عندي عتب كثير كبير على الصحافه المصريه اللي استنت الموضوع ونسبته للبنان، لانه المراه اللبنانيه ارقى من انها تعرض حالها بهالطريقه. نحن المراه اللبنانيه عندنا كانت قائده بالثوره، كانت هي عم بتقود الرجال، ونحن نحترم الرجال. نحن علاقتنا بالرجل احترام وموده، مش انه تعجوزني بدون مهر واتلي حالة على الزواج. وبيقتفني كثير التعليقات اللي هي مهينه اللي شفتها يعني على السوشيال ميديا من قبل بعض المصريين، خلينا نقول مع احترامي للمصريين وحبي لهم، بس الهاشتاج من اساسه ما كان له وجود. طيب رحاب، يعني هل في اي جمعيات لبنانيه او اي نشاط بيوجه بفكره تخفيف اعباء الزواج في لبنان، ولا ده برضو غلط بغض النظر عن فكره المهر؟ لا، بدي اقول لك شيء، نحن عندنا بلبنان ما عندنا اذنه هيدا المهر مثل ما انتم عندكم بمصر. نحن العلاقه هي دائما تفاهم، يعني مش من اعراف يعني او تقاليد الزواج انه نحن يكون في خلاف على المهر. عادة الكوبل يعني بيكونوا متفقين، انت انا وياك الحياه تكامل، انا بجيب هيك انت بتجيب هيك، بس هو منه معضله يعني منه ازمه بحياتنا. طب ريحان، فهمينا اكثر شوي، قولي لنا شو القصص، احكي لنا عن لبنان كيف بيعملوا اصلا، يعني هم شو العادات تبعونهم؟ بيجيب في شيء اسمه مقدم؟ هلا هاي شوفي، هي كل منطقه بلبنان يعني لها عاداتها، ولكن بشكل عام مثلا يعني في مهر للعروس، بس هيدا مهر بتشتري فيه اغراض لها، وبيكون او اجهزه العروس بيقدموا لها تقديمي، يعني انه مثلا انا بجيب، يعني اذا اهل العروس ميسورين بيساهموا مع العريس. بس هي عمرها ما كانت معضله، يعني عادي انه زواج اثنين متفقين بدهم يتجوزوا، تعاون، الحياه تعاون، مش انت بدك تجيب لي وانا طالعه بدي يعني طلع السبت اللي عندي، والحرمين انت للرجال او يعني الحياه تكافؤ يعني. والمراه اللبنانيه بتعرف واعيه ومتعلمه، وكلنا موظفين بشكل عام، يعني ما بنوصل لمرحله اني انا والله اختلف على المهر، او نوصل لمرحله انه نحن لا نحن مش حنتجوز لانه بدي المهر اللي هيك، او نختلف بوقت كتب الكتاب على شيء اسمه القايمه او شيء، هي مش موجوده ابدا بقاموسنا. ما في عادات وتقاليد يعني محدده بهيدا الشيء، كل واحد بيعمل بقصده او بيعمل بطريقه كيف هو بده يتعامل مع شريكه. بالضبط، اعتقد حسب العائلات، يعني حسب العائلات، في عائلات ميسوره عم بقول لك ما بتطلب شيء، وفي عائلات بيقولوا مناصفه. ما هو ده اللي كان المقصود يا رحاب في الاول من سؤالي، ان الهاشتاج ده لما طلع طبعا ما فيش اي حد يقصد اي اهانه لاي مش موجود. والصور اللي استخدمت انه طالعين بنات لبنانيات، هيدي اهانه كبيره، لانه هيدي من مظاهرات تشرين لما طلعنا بدنا نغير الطبقه الحاكمه. هيدي النساء اللبنانيات طالعين يدوروا على الوضع بلبنان، ما طالعين يقولوا تعالوا تجوزوني، ما عندنا عقده الزواج وعدم الزواج والعنوسه. انا هيدا الموضوع كثير يعني معصبني حقيقه. لا ريحان، بس رح اسال، نحن انا فاهمه عليكي وعارفه كيف قد ايه عندك مثلا البنت اللبنانيه بتهتم بشخصيتها وما بتهتم بموضوع الزيجه، ما مش عم تركض ورا هذا الموضوع. لا، هو عامه كل بنات الوطن العربي دلوقتي بقوا كده، كل الصور صار يطلعوا من سيلبرتيز لبنانيه، من ناس نازلين كانوا بالثوره. لا، انا ما شايفه بنات الوطن العربي، بدليل انه بمصر لقت الحمد اعجاب كثير، واستنيتها المواقع المصريه نسبتها للبنان. ايه اللي لقى اعجاب كتير في مصر؟ اكبر اهانه، يعني اكبر اهانه كانت انه صور البنات اللي هن بالمظاهرات، ومش مشكله البنات اللبنانيه اذا هي بتظبط حالها وحلوه، انه تتعامل بهالطريقه. وشوف مثلا تعليقات، يلا احجز لي اثنين، يلا على لبنان بسرعه خلينا نجيب اربعه. لا اكيد طبعا، احنا برضه يا رحاب يعني احنا بنرفض اي تعليقات سلبيه او اي حاجه. وعايز اقول لك ان موضوع التعليقات السلبيه ده بالفعل بيحصل على كل حاجه في العالم كله يعني، لكن طبعا احنا بنرفض طبعا اي تعليقات سلبيه، لا طبعا ده غير مقبول. طيب رحاب، انا برضو عايز اسالك، بعيدا غير مقبول تصدير، يعني غير مقبول تصدير صور هيدي البنات اللي ليش بدون مظاهره، لا لا، لقلب الطبقه الحاكمه، لذلك انه يحولوهم انه هم بس قاعدين ناطرين ساعه تجوزني ببلاش. رحاب، طيب رحاب، بعيدا انه الصور ينزلوا، لانه الصور كانوا موجودين من الثوره، عرفتي، فاخذوا يعني استفادوا من الفرصه. ثوره يعني ثوره، الثوره على نظام الحكم، على الفساد، على الوضع المعيشي، مش ثوره بدنا نتجوز.
يعني خلاص انتهت مده الزواج بعد 20 سنه، مين بعد بفكر فيها؟